مشاهدي قناة شوف تي في والمرأة تي في، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر مباشرة من مدينة مكناس. الله يكتب علينا عليكم مكاتب الخير، الله يرفع علينا هذا الوباء في القريب بل عاجل. ظهور 4434 إصابة مؤكدة جديدة فيروس كورونا خلال 24 ساعة، وبهذا الرقم هذا ارتفع العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في المملكة المغربية إلى حدود 624368 حالة. ووفق بالمملكة المغربية ووفق المصدر ذاته، فإن عدد الحالات المستبعدة بعد الحصول على نتائج السلبية بلغات 3,648,346 شخص أو حالة منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني. وكذلك أفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت 170 حالة وفاة جديدة، وبهذا الرقم هذا ارتفع عدد ضحايا فيروس كورونا بالمملكة المغربية إلى 6063 حالة وفاة. وكذلك بالمقابل تم التأكد من شفاء 4,750 حالة شفاء إضافية، وبهذا الرقم هذا ارتفع العدد الإجمالي ديال العدد ديال الأشخاص اللي شفاو من فيروس كورونا بالمملكة المغربية 318,000 حالة و987 حالة. إذن مشاهدي قناة شوف تي في والمرأة تي في، كيف ما شفتوا معنا ارتفاع عدد الإصابات كنشوفوها يوميا، حتى كنفرحوا أنا وكاين تراجع في أحد في بعض المدن، وبالمقابل كنشوفوا ارتفاع في مدن أخرى والعكس صحيح. إذن ما علينا نقوله الآن إلا نقدم أحر التعازي لأسرة ضحايا فيروس كورونا بالمملكة المغربية اللي هو أكثر من 6,000 شخص، وكذلك نتمنى الشفاء العاجل لكل مصابي فيروس كورونا، ونقدم تهاني للأشخاص أو المصابين اللي رفع عليهم الله هذا الوباء وهذا الاختبار، ونتمنى الشفاء العاجل لكل المصابين. إذن مشاهدي قناة شوف تي في، كانت هذه هي الحصيلة اللي أعلنت عليها وزارة الصحة قبل قليل من يومه الخميس، يعني اللي شفنا فيها خلال 24 ساعة أكثر من 4,400 شخص اللي أتصاب، يعني أكثر يعني من هذا الرقم اللي ذكرت. إذن اللي معلنا مشاهدي قناة شوف تي في إلا المزيد من الحيطة والحذر، فأنا قلت أكثر من 4,400 شخص، يعني 4,434 حالة إصابة جديدة فيروس كورونا في المملكة المغربية. نتمنى من الله العلي القدير يرفع علينا هذا الوباء في القريب بل عاجل. إلى هنا مشاهدي قناة شوف تي في غنقول لكم أمسية سعيدة للجميع، دمتم بألف خير وجمعة مباركة لكم من عندي.